تحت رعاية اللواء طارق حسن الحسن رئيس الأمن العام، أقامت الأكاديمية الملكية للشرطة حفل تخرج الشرطة المستجدين والدفعة الرابعة من خدمة المجتمع. وقد قدم الشرطة خريجون خلال الحفل استعراضا عسكريا للمهارات العملية التي أظهرت أدائهم المتميز وما وصلوا إليه من حرفية واستعداد للقيام بالواجبات الوطنية. الله يبارك في هذا أول شيء. ثاني شيء مفتقد الأكاديمية الملكية للشرطة، أنا متضللة فيها 8 شهور تقريبا، وهاي عرضنا اليوم في الميدان كله بفضل المدربين، وكيل الميدان عادل دوسري ما قصر يومنا، وايضا الى ملازم ضابط الميدان ملازم عبد الله يوسف ما قصر صراحه الثقه. والله مستانسين واجد يعني بهذا الشيء. يعني انت شو تقول اليوم بعد المناسبه؟ اكيد الاهل هنا موجودين وكلهم مستانسين. والله الفرحه واجد كبيره، واحنا الحين مستانسين حاليا، كملنا الواجب مالنا هنا، ان شاء الله نخدم برا ان شاء الله الحين بهاي الوقت. الله يبارك في حياتكم، وانا سعيد بهذا الشيء وفخور ان اكون اخدم هاي الوطن الطيب، وان شاء الله حق مستقبل افضل ان شاء الله. اشكر اهلي وكل من وقف وياي في هاي المناسبه، واشكر مدربيني وعلى راسهم الاستاذ حامد، واشكر المقدم ابراهيم بخيت على انجازه لهاي الدفعه، واتمنى التوفيق ان شاء الله للجميع. الجدير الذكر أن الأكاديمية الملكية للشرطة حصلت على الاعتراف الدولي من منظمة إدكسل، وتعتبر هذه الدفعة هي الأولى الحاصلة على هذا الاعتماد. الحمد لله، الله ما قصر، تعبنا وجهدنا والأكاديمية ما قصرت بتعبها وجهدها لنا، الحمد لله هذا التعب أثمر بإنجاز. والله نحب نشكر الملك وجلالة الملك والكلية ما قصروا معانا، وان شاء الله الى الافضل ان شاء الله. ان شاء الله ان شاء الله قدها عاد في حماية هذا الوطن الغالي على الجميع. انت شو تقول لي طبعا اليوم؟ اتمنى تكون دفعتنا فاتحة خير على البحرين، وان شاء الله نقدم الاحسن ان شاء الله. طبعا انا اقول لحمي الوطن باخلاص وبعزة للشيخ حمد والشيخ خليفة والشيخ سلمان حفظهم الله كل جميل. شعور اللي طبعا لا يوصف يعني بصراحة، يعني هذا ثاني ولد لي يتخرج، يعني هذا الولد الثاني، عندي ولد عود تخرج وعنده الثاني تخرج. يوفقهم ان شاء الله يا رب. وانت شو تقول اليوم بعد؟ طبعا انا خدمت هالبلد زين، وعيالي الحين يخدمون ان شاء الله ويواصلون نفس المسيره ان شاء الله. قدها ان شاء الله نواصل مسير ابوي اللي واصلها، احنا نكمل ان شاء الله. وبعد اداء الخريجين للقسم اقام راعي الحفل بتكريم المتفوقين وتوزيع الشهادات، حيث ضمت الدفعه 577 خريجا من افراد الشرطه وشرطه خدمه المجتمع. الله يبارك فيك، ان شاء الله هاي اليوم الموعود اللي احنا نتخرج الدفعه الرابعه من شرطه المجتمع، ونبارك حق الجميع وعلى راسهم رئيس الحكومه والملك مفادا ان شاء الله، ونكون في خدمه الوطن والمواطن ان شاء الله. الله يعافيكم ان شاء الله. قواك والدته شو تقولي الى اليوم؟ اقول له متبارك والله يطول عمركم ان شاء الله، عمر ان شاء الله الحكومه عمر ملكنا يا رب العالمين، ان شاء الله يحفظكم من كل شر. احب اشكر المدربين كلهم، واحب اشكر الوكيل عادل الدوسري والمقدم ابراهيم خيط، ما صراحه تعبوا ويانا وصلونا لهالوقفه يعني في حفله التخريج هذه. واحب اشكر بعد وحيد فهد الدوسري، لانه مريت بظروف صعبه في فتره المعسكر، وهو اللي وقف وياي وساعدني وخلاني اكمل مع البنات. لانه توفى زوجي في فتره المعسكر، وهو ساعدني ان انا ارجع واكمل واواصل مع البنات لحد ما وصلت حق حفله التخريج وتخرجت معاهم. مشكور وما قصر ويعطي الف عافيه. انا شكرا، انا صحيت يا بنتي ما اقدر لانه وايد احب البحر. والله بغيت اقول ان اشكر كل اللي وقفوا معاي، هاي كلهم وقفوا معاي، امي ابوي خالتي ما قصرت، عيالي ريلي تحمل وايد وصبر بعد الله يخليهم لي، عمتي عماتي خواتي اخوي كل هاي الله يخليهم لي ان شاء الله يا رب على وقفتهم وياي وصبرهم ويانا، وان شاء الله نكون قادها ان شاء الله ونبيض وجه الديره ان شاء الله يا رب. هذا وقد تم اعداد افراد الشرطه ضمن برامج متخصصه لرفع الاداء، سعيا لتحقيق الاحترافيه خلال العمل وفق ضوابط قانونيه حددها قوانين ودستور مملكه البحرين.